بتبطلوا يعني او كل يوم بتحضروا كل يوم ان شاء الله يوم الاحد 9 9 ان شاء الله ويوم الاحد طالعه مثلا من جامعه القاهره للناس الوسط يوم الاحد 11 ونص باذن الله انا بتاع اخر فقره اليوم اي واحد ياخد براءه ويطلع يسافروا برا جت السائله على الفيسبوك لسه جايين دلوقتي حالا وائل الاثنين بيقول لك لا كلهم هياخدوا براءه يا حبيبي عدوا كله ماشي وهيسافروا برا هيسافروهم برا هيهربوهم مش هينفع اخر يوم بكره لا تعتمدش عصر باقي بقى كده حالا بعد يومين عصر من هنا يا بالرش والناس اتعلم دول مش عسكر دولك يابا الطنطاوي ملك